أهل النفاق يا أخوان لا يقول ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون ذلك تشكيكا في القرآن، تشكيكا في القرآن، وأن هذا القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر موجود في كل زمن ومكان، ما دام أهل النفاق في زمن من الأزمان لا بد أن يشككوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التشكيك في القرآن تشكيك في الدين. أنت متى ما شكيت في القرآن خلاص شكيت في كل الدين، واضح؟ وهذا مثل إيش؟ مثل أهل النفاق في عصرنا إيش يقولون؟ يقول الله عز وجل أجل وأعظم، ها، وأنه أعدل العادلين. كيف يكون للمرأة نصف ميراث الرجل؟ كيف؟ والمرأة ضعيفة ولا تشتغل وليس لها دخل، فكيف الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين، ها، يجعل للمرأة نصف ميراث الرجل؟ هكذا يقولون، ويريدون بذلك، لا يريد تعظيم الله ولا يريد أن الله عز وجل حكم عدل، وإنما يريدون التشكيك في القرآن، لأنك متى ما شكيت القرآن أسقطت القرآن خلاص، ما لا إيش، ما لا تعظيم يكون القرآن في هذا الأمر. وهذا كثير، وهذا كثير في أي القرآن. وأنا أذكر سابقا جلست مع يعني واحد من يعني ليس من الخليج ولكنه رجل مصلي، يعني تبارك الله يتسابق مع المؤذن على الأذان. قال أنا مستحيل، ها، أني أموت، ها، وما أترك وصية أن بناتي نفس أولادي. يقول هذه الآية أنا ماني مقتنع فيها. أي والله يا إخوان، يقول هذه الآية أنا ماني مقتنع فيها. وهل الله سبحانه وتعالى لما يحكم سبحانه وتعالى يحكم على قناعات الناس؟ ها، لذلك أهل الإسلام هم أهل الاستسلام، يستسلمون لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم من عباده ما لا يعلم العباد عن أنفسهم. والله سبحانه وتعالى حكم عدل، عندنا اعتقاد أن الله عز وجل كل شيء في الوجود أمر ونهي سبحانه وتعالى، وكل شيء موجود وكل شيء معدوم إنما الله عز وجل حكم به بعلمه وبحكمة تامة سبحانه وتعالى. علمنا الحكمة أو جهلنا الحكمة، ما يلزم أنك تؤمن حتى تعلم، ها، هذه الحكمة. ومن ذلك بعض الناس إيش يقول؟ يقول أنا لا أؤمن حتى تقنعني، لا أمتثل حتى تقنعني، ما أتحجب، المرأة تقول، حتى إيش؟ أقتنع. وهذا اليوم كثير يا إخوان، هذه المسألة بالذات اليوم كثيرة، ها، بعض الناس إيش يقول؟ يقول والله مي مقتنع. لا، والبعض إذا حجبت عيالك إيش يقول؟ يستدرك، يقول تحجبت وهي مقتنعة ولا مي مقتنعة؟ إيش دخل الاقتناع؟ احنا مسلمين، أمرنا الله عز وجل نمتثل، ما في شيء اسمه اقتناع، ما في شيء اسمه اقتناع ومقتنع. الله الآمر سبحانه وتعالى، الله الخالق وأنا عبد لله، يسيرني الله عز وجل حيث يشاء، مع علمنا واعتقادنا أن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر.